السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في القناة ابتسام أم صفوان. ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك باش تكبر القناة وتعم الفائدة إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم معسلات رمضانية رائعة اللي هما البريوات، وكحشوة غادي نحتاجو لهم 60 غرام ديال زنجلان محمر و 60 غرام ديال سنيدة، ممكن تستعملوا سكر كلاصي، وثلاثة المعالق كبار ديال الزبدة مذابة، و 250 غرام ديال الكاوكاو محمر مفسخ، سبعة المعالق كبار ديال الماء الزهر، ومعلقة ديال القرفة، ونكهة ديال اللوز. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو للعقدة ديال البريوات، وراهم مكونات بساط وكتجي بنينة. بالنسبة للمرحلة الثانية غادي ناخدو روبو أو طحان، غادي نديرو فيه الكاوكاو محمر اللي هو 250 غرام، غادي نضيفو ليه سكر سنيدة اللي هو 60 غرام زائد 60 غرام ديال الزنجلان. ممكن أنكم تبدلو الحشوة تبدعو فيها، ديرو اللوز، مهم على حسب الاختيار ديال كل واحد. غادي نضيف هنايا 7 المعالق ديال الماء الزهر، ومعلقة ديال القرفة، كتبقى تاهي اختيارية، وممكن أنكم تضيفو شوية ديال المسكة حرة. أنا ما درتهاش هنايا حيت ما متوفراش عندي، ما درتهاش، اكتفيت غير بالنكهة ديال اللوز والقرفة. وهنا إضافة لذلك 3 المعالق ديال الزبدة مذابة. وبالنسبة لهاد الماء الزهر والزبدة راهما كافيين لهاد المقادير باش تشكل لنا العقدة وتجمع وتجي وتعطينا شكل زوين. هنا غادي نضيف رأس معلقة ديال النكهة ديال اللوز، هاد النكهة ديال اللوز هي اللي غادي تخلي تغلب على النكهة ديال الكاوكاو وتخلي العقدة من السما كأنها لوز. غادي نطحن العناصر مزيان حتى تشكل عندي عقدة كما كتلاحظوا في الفيديو. هنا من بعد ما طحنت العناصر كامله انسجمت مع بعضياتها كما كتشوفوا، كيجا القوام ديالها على هذه الطريقه هذه. ممكن انكم تدهنوا يديكم بماء الزهر او شويه ديال الزيت. انا بالنسبه لي هنا ما دهنت يدي بتا شي حاجه حيت الحشوه كانت في حد ذاتها معلكه مزيان. مهم بقيت نشكلها الى كويرات متوسطه الحجم على حسب البريوه اللي بغيتي انتيا. بقيت نشكلها على هذه الطريقه هذه، وتبارك الله راه هاد الكميه هذه راه خرجات الخير والبركه. بقيت مستمره في انني كنكور العجين على هذه الطريقه هذه. كورت الكويرات وساليت، خديت الورقه ديال البسطيله اللي قطعتها الى اشرطه. بالنسبه لي هنا الورقه ديال البسطيله غير شريتها، ما صايبتهاش في الدار، قطعتها الى اشرطه متساويه، وبقيت تنحط الكرات. بالنسبه لي هنا كنخدم ثلاثه الاشرطه، كنخدم ثلاثه بثلاثه باش نساليهم. بقيت تنشكلهم الى مثلثات على هذا الشكل هذا، حيت صراحه المثلثات في الاول كيجيو صعابين، ولكن فين كتلقي يديك فيهم عاد كتعرفي عليهم مزيان. مهم على الطريقة هذه، وكنسد بشوية ديال الدقيق اللي كنكون مخلطه مع الماء، كيكون القوام ديالو هكا، هو باش كنسد به باش ما تحلش ليا الورقة. إلا كنت تنقليه في البريوة ما تحلش ليا الورقة، كنسد على الطريقة، وداك الفائض كنحيدو بالموس باش ما يخسرش ليا الشكل ديال البريوة. وكنبقى مستمرة على هذه الطريقة هذه حتى نكمل البريوات ديالي كاملين. وهنا بالنسبه ليا فين كملتهم غطيتهم ببلاستيك غذائي واحتفظت بهم حتى الغد، عاد قليتهم ما كيخسر عليهم حتى شي حاجه، غطيتهم مزيان ما يدخلش ليهم البرد نهائيا، واحتفظت بهم حتى الغد عاد قليتهم. بالنسبه ليا هنا الورقه ما دهنتهاش بالزيت، كانت تبارك الله فيها الزيت بزاف وما دهنتهاش بالزيت.
هنا من بعد ما ساليت البريوات ديالي كاملين، كانت الزيت سخونه مزيان، كنت ديجا اصلا استعملتها، كانت سخونه مزيان، كنحط البريوه ديالي وكنبقى نقلبهم، كل شويه كنقلبهم باش يجيو واخدين داك اللون ذهبي، ما تحرق ليا من حتى شي بلاصه. بعد ما كيطيبوا راه كيبانوا اللون ديالهم انهم الذهب، كنغطسهم في العسل، وصراحه صدقوني جاو مقرمشين وبنانين ومعلكين وزوينين. كنتمنى انهم يعجبوكم، وراه ما فيهمش مقادير بزاف.